إذا كنت تبحث عن تخفيضات وكذلك عروض بها تخفيض أو كوبونات لكي تنقص من سعر المنتوج الذي تريد شراؤه، وأيضا إن كنت تبحث عن تخفيضات وكذلك منتجات رخيصة فأنت في المكان الصحيح. واليوم بإذن الله في هذا الفيديو سوف أشاركك الطريقة الصحيحة التي حتما سوف تفيدك في اختصار الوقت الذي تبحث فيه عن منتجات وكذلك عروض أو كوبونات، لأنني سوف أشاركك الطريقة الصحيحة التي أستعملها في الحصول على أسعار جد معقولة مع تخفيضات وكذلك مع أكواد أو كوبونات. لذلك تابع معي الفيديو جيدا. وبما أنك صديقي تستخدم موقع علي إكسبرس في الشراء من الأنترنت، فلا يخفى عليك أنه بالعديد من التخفيضات وكذلك العروض التي يستفاد منها الكثير من الأشخاص. مثلا إذا كنت تريد أن تشتري هاتف مثلا بسعر 100 دولار، فيمكنك أن تخفض هذا السعر إلى 160-150 دولار عن طريق الكوبونات وكذلك عن طريق التخفيضات التي يعملها هذا الموقع وفي العديد من المناسبات. مثلا نحن في شهر نوفمبر يوجد العديد من التخفيضات وكذلك الكوبونات، لذلك إن كنت تنوي الشراء من الأنترنت فأنصحك بالشراء في هذا الشهر وكذلك من الطريقة التي سوف أريك إياها. ولكي تحصل على هذه الكوبونات أو هذه التخفيضات أو هذه العروض، أنا أنصحك بالانضمام إلى هذه القناة الخاصة بالتليجرام التي تشارككم العروض والتخفيضات الخاصة بالمنتجات التي تريدونها مع إضافة الكوبونات الجيدة التي تخفض لكم نسبة كبيرة من سعر هذا المنتوج، وسوف تجدون رابطها أسفل هذا الفيديو، تقوم بالدخول إليها وتقوم بالانضمام إلى هذه القناة الخاصة بتليجرام. يعني إذا لم يكن لديك تليجرام على الهاتف الخاص بك، قم بتحميله وأنشئ حساب وانضم إلى هذه القناة. وكما ترون إن تصفحنا المنتجات الخاصة بهذه القناة سوف نجد العديد من العروض وكذلك العديد من الكوبونات. مثلا كما ترون هذا الهاتف الخاص بريلمي Q5 Pro، هذا الهاتف غني عن التعريف، يعني السعر الأولي لهذا الهاتف يصل إلى 300 دولار، في حين من خلال هذه الطريقة أو من خلال هذه القناة يمكنك شراء هذا الهاتف فقط ب 229 دولار. كل ما عليك بفعله هو اختيار المنتوج الذي تريد شراؤه، ثم تقوم بالنقر على الرابط الخاص بهذا المنتوج، سوف يحولك إلى الصفحة الخاصة بهذا الهاتف. كما ترون سعر الهاتف الحقيقي يتراوح ما بين 363 دولار إلى 451 دولار. أول شيء سوف نقوم به هو الحصول على الكوبونات الخاصة بالبائع بهذا الشكل، بعدها نقوم باختيار الباندل، ثم نقوم باختيار مثلا اللون الأسود، 6 جيجا بايت في الرام مع 128 جيجا بايت كتخزين، ثم أقوم بالضغط على الشراء الآن. كما ترون تحصلنا على تخفيض 7 دولار، لكن سوف نقوم بجعل هذا التخفيض أضعاف، وذلك بالرجوع إلى المنتوج الموجود على القناة، ثم نقوم بتجريب الكوبونات. مثلا سوف نقوم بأخذ هذا الكوبون هكذا كوبي، ثم نعود إلى صفحة الشراء ونقوم بالضغط على أدخل الكوبون الخاص بك هكذا، ثم نقوم بلصقه هنا، وبعد إدخال الكوبون الخاص بنا بهذا الشكل نقوم بالضغط على أبلاي من أجل تفعيل هذا الكوبون بهذا الشكل. وكما ترون أصدقائي تحصلنا على خصم 31 دولار لهذا المنتوج، وأصبح السعر 254.60 دولار. يعني انظروا إلى الخصم الذي تحصلنا عليه، يعني سعر الهاتف كان 290 دولار وأصبح 254 دولار، يعني لقد وفرت 36 دولار من خلال هذا التخفيض. والآن صديقي كل ما عليك القيام به هو التوجه إلى وصف هذا الفيديو والدخول إلى الرابط الخاص بهذه القناة، ثم تصفح المنتجات التي عليها تخفيض، وإن كنت تنوي شراء منتوج فسوف تتحصل على تخفيض جيد. وإلى هنا أصدقائي أكون قد انتهيت من فيديو اليوم، أتمنى من صميم القلب أنه قد أعجبكم وأفادكم ونال رضاكم. أضرب لكم موعد جديد في الحلقات القادمة بإذن الله، دمتم سالمين يا أبطال. وإذا كان لديكم أي استفسار حول هذا الموضوع لا تنسوا طرحه في التعليقات، وبإذن الله سوف أجيب عن كافة استفساراتكم. السلام عليكم.